السعودية طبعاً ولا جابت سيرة موضوع اتهامات خاشقجي ولا أي حاجة، ولا حتى جابت اسم أمريكا. عشان تعرف الرز يا جماعة قد إيه فعال، اللي محبوسين حبسهم ابن سلمان اللي هم ال 15 العصابة اللي جت، فيش واحد فيهم اعترض في الدنيا قال لك هرفع قضية، فيش أي حاجة. فده كان الرد الرسمي. الرد ما كانش هنا بس، وزير شؤون الخليج السعودي، وزير اسمه كده منصبه وزير شؤون الخليج، طلع يقول كلام على التلفزيون الرسمي، كلام غريب جدا جدا بصوت احمد حلمي. علي وزير الدولة لشؤون الخليج العربية الأستاذ ثامر السبهان، أهلا بك أستاذ ثامر. ما تقام فيه من حملات إعلامية مسعورة كاذبة على المملكة العربية السعودية، ومحاولة استغلال هذه الحملة للنيل من المملكة العربية السعودية ومن رموزها ومن قادتها، ولولا الله ثم وجود هذه المملكة العربية السعودية ووجود هؤلاء القادة لما كانت المنطقة بهذا الشكل، لكانت انحدرت إلى مستويات أسوأ بكثير. ولكن لا الحمد، المملكة العربية السعودية بفضل الله ثم قيادتها حاربنا الإرهاب، حاربنا منابع الإرهاب، تساعدنا مع جميع دول العالم لحثهم على مستقبل أفضل. كلام في حتة تانية خالص ملوش دعوة. بص على الكلام اللي بيقوله تامر ابن السبهان بتاعنا، لولا السعودية كانت المنطقة اللي حضرت لوضع أسوأ. لا يا شيخ، حوش 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 النعيم، حوش حدائق المرجان لولا دخلت جنتك، يعني حوش 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 النعيم اللي عايشة فيه المنطقة اللي لولا السعودية لان حضرت لحال أسوأ. أسوأ من كده؟ في مرحلة أسوأ من اللي فيها المنطقة؟ في مرحلة أسوأ من كده؟ احنا محافظين على عرشنا، فانتوا عملتوا ايه حافظتوا على عرشكم؟ جميل، ده شيء جميل، واكيد اي عروبي مخلص اسلامي يحب ده. يقولك بنساعد العالم عشان يبقى شكله افضل. تعال نشوف مثلا اللي حصل لليمن. اليمن دلوقتي اللي بيقولك تامر السبهان بنساعد العالم، احنا ما فاتقنا انه نساعد العالم عشان يكون وضعه افضل. اخواتنا واهلنا في اليمن بياكلوا من اوراق الشجر بالمعنى الحرفي للكلمه، وكانهم في حصار اللي كان في عهد الرسول من قريش. احنا نطبخ اوراق الشجر وناكل من الشجر ونطق من الشجر، صلوا على النبي. لربنا كتب عنها قران يتلى ليوم الدين إلى أن يرث الأرض وما عليه، رحلة الشتاء والصيف اللي كانت بين اليمن والشام، واليمن والشام في أسوأ حالات. والسعودية شريك رئيس في كل الإجرام. وليست اليمن ببعيد اللي تعودوا على أكل ورق الشجر، أي رخاء بتساعدوا العالم عليه. أي رخاء بتساعدوا العالم عليه، الناس مش لاقية تاكل، والريال اليمني انهار بشكل غير مسبوق غير مسبوق. رحلة هبوط الريال اليمني في عام 1963 قامت وزارة الخزانة في شمال اليمن بتأسيس عملة الريال الجمهوري اليمني، والتي كانت قيمته أكبر من الدولار، وفي الوقت الذي تعاملت فيه جنوب اليمن بعملة الدينار اليمني. في عام 1973 أصبح الدولار يساوي ريالا وربع. في عام 1990 مع اتحاد شطري اليمن استخدمت الدينار والريال كعملتين يتم تداولهما في الجمهورية اليمنية، وأصبح سعر الدولار يساوي 12 ريالا يمنيا. في عام 1996 تم إلغاء عملة الدينار وهبط سعر الريال اليمنية، وأصبح الدولار ب 160 ريالا يمنيا. في عام 2010 شهد الريال اليمني أكبر أزماته، وأصبح الدولار ب 226 ريالا يمنيا بعد موجة من عدم الاستقرار. في عام 2013 استقر الريال اليمني على سعر يصل إلى 214 ريالا مقابل دولارا بعد فترة ارتفاع وانخفاض. في يناير من عام 2017 بعد عاصفة الحزم التي أطلقتها المملكة العربية السعودية
شهدت العملة اليمنية انخفاضا تاريخيا، وأصبح الدولار الواحد يساوي 360 ريالا. في أكتوبر من عام 2018 وصلت العملة اليمنية لأقل قيمتها، وأصبح الدولار الواحد يساوي 750 ريالا يمنياً.